ايه هي السن هنشرح هي ان شاء الله. قطع ازاي بقى؟ في ماشين خلط امتى كده قطع بواير، قصه كبيره جدا. مسك لي السواير ده قد ايه عشان يدي مسك لي السويفر دي. الويفر دي هي السباب السن اللي احنا هيبقى جنب بعض جنب بعض ماشينز. ماشينز الموضوع مش سهل. ده الصين اللي حل ده شكل ده شكل البني اللي هو عشان برضه بقى ده شكل البني اللي هو عندنا. في زي ما انتم شايفين كل السيلز فيها متصله مع بعض على ايه؟ على التوالي. اول سيل بعدها ثاني واحده ماشيه كده. بصوا حرف كده اهي ماشيه كده حرفين اهي ماشيه كده كده لحد اخر واحده. معدي موجب من هنا وسالب من هنا. هي دي البني كلها. توصيل في الحاله الشمسيه من جوه عامل ازاي؟ تمام؟ طبعا في فوق طبقه جلاس بتكون السيلز بتاعها من 3.4 ملم ده السيلز بتاعها. وعندي طبعا بيكون الباس باور فينجرز بيكون كبر وبيكون من نوع ممكن تبقى زئبق او كبر حسب ايه؟ حسب المصنع. هو غالبا الالومنيوم. ساعات بيبقى الالومنيوم ده رخيص قوي. هو بيبقى شرط حاجه زي الكريكس كده. صحيح موجوده فعلا اسمها سين فيلم. وصلت لحضرتك؟ انا عندي خلايا شمسيه ليها ثلاث انواع رئيسيه. هي دي صح؟ دي يعني دي عندي الحاله الاولى الرئيسيه للخلايا الشمسيه ايه؟ ما ينفعش تبقى عليها ازاز على مادة بلاستيكيه. طيب ايه هما الثلاث انواع الرئيسيه اللي عندي؟ هما دول. عندي اول خليه اسمها مونو كريستالين او الخليه احاده الايه؟ احاده النواه. والثانيه اسمها بولي كريستالين والثالثه اسمها سيل فيلم. السيل فيلم اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي هي مرنه بتبقى مرنه بتبقى خليه رخيصه جدا ولكن لها عيب واحد بس كفايتها ايه؟ قليله قوي. 9% سيئه جدا تمام؟ المونو كريستالين دي بتكون اعلى كفاءه من الخلايا الشمسيه. المونو كريستالين اعلى كفاءه من الخلايا الشمسيه بس بيكون ايه؟ القسط بتاعه اعلى شويه. 20% 20% 22% حضرتك دلوقتي اعلى خلايا في العالم عامله ازاي؟ اللي في النص بقى اللي احنا بنحبه البولي كريستالين ده بيبقى متوسط الكفاءه متوسط السعر ولكن الوقت المونو على ارخص بكتير على رخيص. فعلى بعض الناس تلجا المونو لانه اعلى كفاءه. المونو اعلى ايه؟ كفاءه. ده بالنسبه لايه؟ للسيليكون. ده بيصنع من السيليكون. ده لازم تقوى اعلى من ده عشان كده كفاءته اعلى. يعني المرحله دي انقى من السيليكون اللي ايه؟ اللي هنا. دي رسمه اجيب لكم بس الحديثه. في هيئه اسمها NREL National Renewable Energy Laboratory بتطلع اعلى خلايا كفاءه في العالم. كل ما خلايا تنزل جديده بتنزل كفاءتها وتسجلها سواء كان عمليه او بحثيه او حتى عمليه صناعي وتسجل ايه كفاءتها. هتلاقي دي كل خلايا في العالم. دي لحد 25 دي احدث واحده اهي. لو مش شايفين ممكن اكبر الصوره. الله عندك كل انواع السيلز. انا عندي سيليكون كل انواع الخلايا الشمسيه. في سيليكون في ماده اسمها كاديوم كلورايد بي جي اي جي اس دي ماتيريا تصنيع خلايا شمسيه. الخلايا الشمسيه بتاعت العالم كله مش كلها سيليكون. تاني مش الخلايا الشمسيه بتاعت العالم كله مش كلها سيليكون. في مواد اخرى تمام بس اكثرهم شيوع منتشرهم هو ايه؟ السيليكون. ليه؟ ده ممكن نتكلم فيها بس عشان تفهم قوي متوافق سعر رخيص ايا كان. فهتلاقي السيليكون هو لونه ازرق بس اعلى كفاءه وصلنا في السيليكون هتلاقي كان كام؟ 27.6% اعلى كفاءه في العالم. اعرف الشمس اللي هو مكتوب عليهم الشكل واللون حاجات كتير قوي. يعني اورجانيك سيل في حاجه اسمها اورجانيك سيل دي موضوع بحث لوحده. اورجانيك سيل دي حاجه من مواد ضوئيه بيبان تمام بيبان 27% من ايه بالظبط؟ حلو السؤال ده. يعني ايه كفاءه الخلايا الشمسيه؟ يعني كميه الطاقه الكهربائيه المنتجه مقارنه بمين؟ بالاشعاع الشمس اللي وصل عليه. الطاقه اللي جت بالظبط. بس لو 1000 واط هتطلع كام هي 27%؟ 72. 72 ده ليه؟ صح كده؟ حلو قوي. ده الرسمه دي بتديك كل خلايا في العالم كلها. مين عملها؟ هتلاقي ناس المعمل او الشركه اللي صنعتها الكفاءه بتاعتها قد ايه؟ وسنه كام عملوها؟ ده كان في حلو قوي. بعد كده عملنا ايه؟ لما قعدت اتفرج على ايه؟ الخلايا الشمسيه في العالم. هتلاقي بقى هنا ان جي، هتلاقي بقى سونيك، هتلاقي ترينا سولار، كل الخلايا اللي ممكن تتوقعها في العالم موجوده في الرسمه دي. تمام؟ وجينك كله اي خليه موجوده على الارض سواء معمليا صناعي او صناعيا موجوده في هذه الرسمه. ان ار اي ال ابحث عنها ان ار اي ال ناشونال رينيبل انرجي لو ده او معمل مركزي او وطني. ايه؟
هي طاقه اليوم دي النار اي ال خلاص احنا عندنا في عن كم نوع للخلايا الشمسيه ايه هما بولي مونو وسيمبل اخص من سيمبل تمام واغلبهم المونو الصغير السيمبل في ميزه حلوه قوي ايه الميزه اللي فيه مرن تحرك معاه مصنع ماده غير السيليكون شفتوا عارفين كادميوم كلورايد اهو ده شكله شكل السيمبل اهو بس في بقى ناس ثانيه برضه غير الـ غير المرونه هتلاحظ ان ده مكون من سيلز يعني بص هنرجع تاني هنا ده مكون من سيلز السيلز اللي هو سميناها هو من شويه دي ريجن جامده اما ده سماه كركه واحده او ميه واحده فبنقولها على بعضها واحده فهي نفسها مرنه مش كده بيبقى مرنه لو عندك عشان مرنه هو نفس السيلز هتلاقي عمرها اقل وكفيتها اقل وحاله طبيعيه مش معرفش بيستعملها لو كان حد فيه شبكه شمسيه من زمان قوي كنا كانت موجوده في السوق بالمركبه بس يعني ما حدش حاجه موجوده منها تقريبا. طيب انا عايز اعرف الخلايا الشمسيه دي كويسه ولا لا؟ او عندي خلايا شمسيه هركبها في البيت عندي او في الشركه عايز اعرف الخلايا دي نوعها حلو ولا وحش؟ اعرف ازاي؟ ايه البرامترز اللي بقراها عشان احدد نوع السلايه دي او نوع المبني ودي حاجه واحده كويسه كويسه ولا لا؟ عفوا اولا عندي مؤشر اسمه ايه؟ ماكسيمم باور. كل خليه مطلوب في ظهرها ماكسيمم باور بتاعتها قد ايه؟ كل الماكسيمم باور ده يزيد عفوا كل ما نفس الباور ده يزيد اللي يحصل يبقى احسن من الفريق صح ولا لا؟ كفايه تزيد صح كده بيكون دبليو بي لما رمز من دبليو بي يعني وات باور حلو هو وات بيك حلو كده ده اسمه ماكسيمم باور المؤشر الثاني اسمه فولت اوبن سيت فولتج اوبن سيت فولتج بي او سي تمام ده بيعدي اقصى فولت ممكن يطلع من هذه السلايه او من هذه الخليه تاني في او في اوبن سيركت او في او سي هو اقصى فولت ممكن يطلع من هذه الخليه بيسموه في اوبن سيركت لان ده دي مفتوحه مش هو نص فولت ايه؟ لا مش نص فولت توصل ل 40 فولت كمان بالنسبه نص فولت ده السن الدراسه تمام كل ما قالوا في اوبن سيركت ده معناها لازم تحمايه الدراسه دي قديمه ولا جديده؟ المؤشرات دي دراسه المؤشرات دي قديمه ولا جديده؟ لسه 25 ولا حاجه قديمه 20 فولت بتاعت الفولت دي ده قديم على سبيل المثال ده قديم خالص صغير تمام 900 دلوقتي وصلنا 700 تمام انا قلت عشان كده بس لا على سبيل المثال تمام تمام طب في واي سيركت هو بيعبر عن اعلى فولت في الفيو سيركت ده رقم مهم جدا بيديني اعلى فولت خارج من السنتين او خارج من البان الاساسي البان طب ده بيفيدني في ايه؟ انا هحط بعد كده حمايه انا ممكن اغير الفلتر بسبب الفيو سيركت ده وانا بصمم اخبر من الرقم حلو عشان ما تغيرش الفلتر ده اي حاجه بعدها تمام الاهم منه ايه؟ الايشور سيركت اعلى كرنت ماشي جوه طالع من خلايا الشمسيه باشمهندس بحسبه ازاي؟ ده بيجي على البان ده انا بقرا الخليه الخليه انت كويسه ولا مش كويسه؟ دي الداتا اللي محطوطه اصلا على لكن ما اقدرش احسبه يعني لا احسبه هو المصنع قال لي ان الخليه دي نوعها سيليكون بتخرج قد كده طيب كذا وقد كذا والله شو شورت سيركت هم بيحسبوه ازاي؟ زبدتها كده ما بيتحسب ازاي؟ اه بيتحسب بقى دي مبدئيا ها؟ دي جابت لو تكلمت عن اللي بعد كده دي طيب بعد طبعا الفكره على فكره الاي شورت سيركت في الاوبن سيركت تمام؟ بيديني باور صح؟ بيديني باور اكيد صح؟ بس باور مش حقيقيه باور وهميه لان مستحيل يحصل عندي في نفس الوقت هو يسد مش هيسد مستحيل صح اللي بتوع الكهرباء فاهمين اكيد ايوه برضه طيب تعالى نتكلم بقى عن الرقم الثاني المهم اللي هو حصل ضربهم يساوي ماكسيمم باور اللي هو ايه؟ في ريتد او في ماكسيمم باور هو هو والاي ماكسيمم باور ده اللي يهمني ده الباور بتطلع من خلايا شمسيه ده اللي بقى ايه؟ بقى من طاقه شمسيه هتلاقي هنا دايما في ماكسيمم باور اقل من فيو سيركت ده منطقي والاي ماكسيمم باور اقل من اي شوب سيركت ده منطقي حد مش عندي منطقي؟ حد مش عندي منطقي؟ حلو قوي يبقى دول حاصل ضربهم بيساوي ايه؟ ماكسيمم باور الضرب بعض هتلاقي يطلع نفس الرقم ده تمام؟ حلو قوي طب بعد كده انا عندي ايه؟ افشنسي دي اهم حاجه بعد كده انا سيبك من الفلوس دي مش مشكله انا هحسبها بعدين لكن الافشنسي بتاعت الايه؟ بتاعت البلد دي مهمه قوي دي اهم حاجه ابص عليه كل ما زاد الافشنسي كل ما يبقى خارج ايه؟ كويس؟ صح؟ انا ليه بروح للمونو؟ عشان الافشنسي اعلى بس مين اللي عملها لي؟ المصنع اللي بيعمله
المصنع مبني على 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 الفيشنس تعريفها كالاتي اي ماكسيموم بار في فولتج فولتج ماكسيموم بار على فوليو اوبن سيركت واي شوت بس احسبها بقى يطلع صح تمام طب هو على حاجه تعامل مع توليد مع توليد مش 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 حمل هو اللي بيحصل فعلا يعني لو وصلت شورت سيركت يحصل الفرد نفسه يطلع الاولاني بقى على ما يمكن على ما يمكن انت هو متفق معاه في كده بس يقول لي الفرق بينهم مش كبير قوي زي ما هو متعود لان دي في الاخر الكلام بتمشي فاهم ما انت بتسرحها وتبطئها حسب انت وصلت للفشل بتسرحها شويه بس بس في كهرباء موجوده حتى لو بتبطئها فاهم في كهرباء موجوده ده مش دور مش معاك دور ده عندنا مثلا 2 سيل اهو انت اللي كرر ما بينهم عندي الكريستالين اللي هي مثلا مونو اوري وعندي السيلفيل تعال بص على الكفاءه طبعا دي قديمه شويه الكفاءه هنا كام اول حاجه بص عليها الكفاءه 15% هنا كام 7% منك احسن بس ممكن بقى نكمل بعدين انا عايز كام دي كام طبعا بس انا بقول على الفرق ايه الفريشن سيل عشان توفر لي مساحه ارض والفرق بينهم كفلوس مش الفرق اللي يخليك يعمل فرق في الحته دي توصل فاهم؟ اعلى حاجه دلوقتي في السوق 22% 24% شفت تمام؟ في المعمل في اعلى من كده وصلنا 27% معمليا والشرط اللي بحققه معمليا هحققه صناعي تمام؟ طبعا هتلاقي عندك في حاجات ثانيه بقى على سبيل المثال بسرعه الابعاد بتاعت السداد كام في كام؟ 156 ملم 156 ملم على 6 انش كام سداد في البلد؟ كم وزن البلد قد ايه؟ بروتكشن بتاعتك كل ده علشان وانا بركب اركب صح ماشي طيب ما ينفعش ما اشرحش الاس بي سي يعني ايه اس بي سي؟ ستاندرد تيست كونديشن وانا بختبر الخلايا دي مين قال لي المصنع بختبرها على ظروف محدده ايه هي الظروف دي؟ اشعه شمسي 1000 واط يعني الكفاءه دي مكتوبه عن اشعه شمسي 1000 واط 25 حاجه اسمها اير تو ماس مش ضغط تجاري حول الهواء دي واحد ونص دي ظروف تشغيل ستاندرد تيست كونديشن لازم تعرفها فالارقام دي بتعبر عن ايه؟ عن هذه انا اختبرت نفس الظروف لا نفس الارقام تمام بس ده مش معبر عن المناخ في مصر او في المكان اللي مركب فيه الالواح بالظبط الله عليك عن الظروف دي بيحصل كذا طب عندي بقى اخر مرشح مهمه جدا في الخليه وده اللي انا بفرق ما بينه وبين اي خليه ثانيه انا على مستوى شخصي حاجه اسمها تمبريتشر كوفيشن مهم قوي قوي تمبريتشر كوفيشن الحراره النازعه في الخلايا الشمسيه ده يزودها ايجابا ولا سلبا؟ يزودها باور ولا اقل منها باور؟ زود باور صح سلبا سلبا ليه؟ كل ما كان فيه حراره وشمس تمام شغاله الطاقه والانفرتر شغال وترفع ميه وتسقي الارض هو ما الحراره قلت مش الضوء اللي قل بتقف ما تشتغلش وتقلل ويقل التحقيق بتاع الانفرتر او اللي بيوصل للانفرتر من الحراره فما بيتحركش الكهرباء الشمس كلمه طبيعتها ضوء وحراره ضوء ماشي ما ضوء حراره في ضوء اهو في ضوء والحراره قلت ما هو طبيعي انها بتقل انا بس هاخد الستاندرد عشان اقولها عندي حاجه اسمها سوبر راديشن صحيح حاجه اسمها سوبر راديشن سوبر راديشن ده عباره عن جو كومبوزيشن لا ينفصل 10 سنوات لا تمام اللي هو الهيت واللايت تمام طب لو في غيمه معديه ولا في كلاود السوبر راديشن كله بينزل كله بينزل حراره شمس بتعمل ايه باور قلت عشان اللايت قلت
مع ان الحراره بتقل بس برضه لغايه تقل. فهمت اللي حصل كده؟ طيب المعامل الاخير اسمه الديبريشن كوفيشن، يعني ايه؟ كل ما زود درجه حراره واحده ايه اللي يحصل للباور؟ تقل قد ايه؟ طبعا كل ما غيرت المنطقه دي كان احسن، خليها افضل يعني. انا هنا اعرف ان الخليه كويسه ولا لا؟ اسمها خليه السلم ولا كويسه ولا لا؟ هل الفكره فكره الحراره بتاثر على الساعه الخليه كفكره؟ طبعا يعني ايه مش وقت ماشي يعني بتقل كمان بتاثر على المكون نفسه السيمي كوندكتور بالظبط كده. فطلع قرن تاني تمام ماشي نرجع حاسب شغاله دلوقتي. طيب هو ده بس فعلا طبعا في اسمها كيرف بتاع اي كيرف فلاش حاجه عارف انا بقى كيرف كرومبو اخو بالظبط هو نفس الكرومبو مش بالظبط يعني. فعندي المحور ده هو الاكسس ده اسمه ايه؟ كارنت. ده اسمه ايه؟ فورتش. فخلينا سهل تمشي على نفس الاداء. عندي في عندي في اون سيركت اللي هو كيرف نازل انا اسف كيرف نازل ده اللي هو كرومبو. عندي في بزيرو لاي شورت سيركت وعندي اي بزيرو ده اللي ايه؟ اون سيركت بس اللي كده حلو؟ هو اللي كده بتاع فلاش سيركت. عندنا نقطه بقى يبقى الفولت مع البلد اهم بالغايه. اتفقنا ولا لا؟ طب مين احسن نقطه للتشغيل؟ سموها هي ريتد او ماكسيم هي مين؟ احسن نقطه للتشغيل بيكون عندها اعلى خاصه ضرب الفولت الامبير يعني اعلى ايه؟ اعلى باور صح؟ اللي هو كيرف ده اعلى باور تمام؟ عشان كده جابوا حاجه اسمها ماكسيم باور بوينت تراكينج يعني يعني هو جهاز يدور على فين اعلى نقطه او اعلى خاصه ضرب الفولت الامبير ويجيب واشتغل عندها. تاني دلوقتي عندي ايه؟ عندي نقطه معينه من الخلايا دي بتجيب اعلى فولت او اعلى باور ده التعريف الصح بتاع اعلى باور عندي فولت بس عندي فولت تاني بص انا لو شغال عندي فولت ده اللي جوه كام؟ ثلاث ارقام بسرعه كده عندي فولت مثلا ايه؟ عندي فولت هنا منين؟ إيه؟ مثلا هلاقي باور عندي مثلا 20 عندي فولت مثلا ايه؟ 14 هلاقي باور بقى كام؟ 40 في عندي نقطه بوصلها الماكسيموم بتاعتي هي نقطه بس انها ماكسيموم باور بوينت تراكينج لما اشغل الفولت ده بقيت اعلى باور حد فاهم لازم اي فولت هشتريه يكون في ميزه ماكسيموم باور بوينت تراكينج ام بي تي ليه؟ عشان يبقى اعلى باور ده يوفر كتير قوي في الطاقه تمام؟ ام بي بي تي لازم انا مش عارف شخصيه ولا ايه؟ فين شركه ايه؟ شمال تطلع الكهرباء؟ بتشتغل على حب في الموضوع بيبقى مختلف شويه. طيب هو ايه اللي حصل في فلاش سيركت؟ ايه اللي حصل؟ انا عندي تكون نقاط ساخنه بيسموها العرب هوت سبوتس ليه؟ بصوا شايفين النقطه دي؟ ليه هوت سبوتس؟ فين؟ بدات منين؟ تمام؟ حصل عندي شيء الشيء لما يمسح خلايا شمسيه على جزء من الخلايا الشمسيه ايه اللي هيحصل؟ شيء يعني ضلع حصل ضلع بسبب عصفوره بسبب بخايا ورقه تراب زي ما بنقول كده ازال شيء كتير قوي شجر ورقه شجر مبنى صحيح انا عملت شيء هنا جزء بس البط هينزل فين هينزل فين؟ مفيش كارد خالي هلاقي الفولت تاني انسان هلاقي شغل صح؟ هنا قبل بكام؟ بزيرو صح؟ طب
واللي جنب ايه ده في امبير صح طلعوا شيء هنا اللي هيحصل هنا امبير اللي وراه يخش فيه فعندي هنا نص مش نص واحد اول نص البارت بتاعي ما طلعتش هنا نص جت قررت من اللي قبلها وتحولت للمطور بس انت يعني لما وصلت لي بخصوصا ما تسكن بعد كده وقرر انت عالي قوي يبقى هاي يبقى وظائف يبدا الهكيكه يبدا الهكيكه علاج يعني تحولت من منتجة لكم عامل معلش ازاي بحط حمايات احسن على راس دول حاجه اسمها بلاص دول تعال خلي ده خلي نفسه على السلاح خلي كامل ولا برضه مركب في البانل ولا المصنع عامل ايه مصنع ثلاثه بس على اثنين طب ده موجود في الالواح الموجوده في السوق ولا تمام طيب بص كان ده عندي ده بس واحد اثنين ثلاثة ولابس بيحطوه عشان يحمي الخلية من الشيء تمام؟ لو واحدة اتحرقت هتبوظ اللاين كله بقى زي البنت كده مشكلة بقى عندي مشكلة كبيرة لو عملت شيء جديد مصيبة مصيبة لو عملت شيء جديد مفيش مشكلة دي مشكلة بس بسيطة لو عملت شيء جديد مصيبة وده يجاوب على سؤال أركب لاند سكيب ولا بورتريه يعني أركب الخلية كده ولا كده حسب الشيء اللي عندك لو الشريك بقى كده ده مصير يحرق كل الخليه او يبقى يفصلها تماما عن الخليه لكن كده عندي بس ده فوق الصوت ده كله شغال تمام فانا اخش بس كده عمره يقل كده لما حاجه واحده تطول لان الكابل هيعلى على الخليه الواحده فممكن هو مشكله شيء عدو الفلاش هندسه عندي خلايا يعني عندي بانل في خليه في طارد تمام خليه نعم الخليه طارد هعالج ازاي؟ يعني انا كده البانل كله في ايده ولا هسيبه على نفس بره؟ سل ولا خليه بانل؟ هي سل لا غير بانل كلها سل غير بانل كلها مصحف من دلوقتي تمام انا هتوقع على السرير كله الباقي توقع البانل وانت مش حاسس لكن ملهاش علاج ان انا ممكن افصلها و زي السرير نفسها السرير نفسها ما ينفعش تفصلها تصنيعيا ما دي مشكله تشكها خلاص كسبات الباص ده وحده لوحدها بتركب على التاني لا صغير يعني ايه بيركب مصنع هو بيركب فين؟ بركب ثلاثة بركبه فين؟ بس لا مزروع عشان مرة بس. بص بركب ده السرنجين وده السرنجين وده السرنجين فاهم؟ فبركب قبل ما عندي اثنين سرنجين واثنين سرنجين واثنين سرنجين واحد مرة واحد. تمام. ده بيعدي الانفرتر هو بيتوصل على الانفرتر؟ لا بيتوصل جوه الخلايا. عشان الخلية فيها ايه؟ فيها حماية اسمها رايز بازل. ثلاثة اثنين واحد حسب المولود حسب الشكل. أي سؤال هنا؟ اتفضل. ايه؟ ايوه مش عشان بص ده حلو السؤال ده في حاجه اسمها انتر كوتنج تعمل على الخلايا الشمسيه عشان اي تراب بينسحب دي خاصيه من خاصيه الخلايا الشمسيه حلو السؤال ده في خاصيه من خاصيه الخلايا الشمسيه لو انا مثلا منطقه ديرتي قوي او فيها رمل او دستي بجيب حاجه اسمها انتي ريفلكتنج كوتنج مش ليها خاصيه ليه بقى ليه ماده تركب في ظهر الخليه اسمها عايز اسمها ظهر الخليه ماده كيميائيه اسمها ايه اسمها اسالهم طريقه الصيانه بقى عمل الصيانه تمسح بتطلق ميه بتمسحها بمسحها عشان التراب عنده بالفعل بنعمله احنا بايدينا محدش بيصنع حاجه فيها اسمها سيليكون بلاستيك ماده بلاستيكيه مش ظهر الخليه ورا بلاستيك ماده داخليه كده تحت ظهر الخليه طيب عشان برضه الوقت كل ده خلاص كل ده السيستمز بقى افضل طرق للتنظيف بقى الميه بس سيدي يعني على سطح الابلكيشن مصنعه جاهزه انا شفت الخلايا بتركب على سطح الميه حصل دي بودي حلوه جدا لان انا طبقها في مصر فكان كان من 30 طبقه في مصر زي السنجا اللي احنا طبقها والهند طبقها كل الطنز اللي عملها كل مره في الميه طبعا لازم ده حمام من ايه؟ القريب بتاعها من الميه مش صحيح لازم اعلى حمام ممكن، اي بي 68 مثلا. عشان الميه بس.
انتي ريفلكتنج بودي اي ار سي. يعني انا هندسه مش انا يعني انا هندسه مثلا لو وفرت ضوء للالواح بالليل او وقت الغروب هتشتغل بكفاءتها وتخرج لي الباور اللي انا باخده منها؟ لا طبعا هيقل لحد فين؟ قدر المهم ما تتهاجمش. في كلمه بيتكلم عن اداء الخلايا الشمسيه عن اجازه مرتبطة حرارة ماشي لا مش حرارة إشعاع شمسي هو بيعبر عن كمية الطاقة اللي جاية من الشمس. أعلى إشعاع شمسي إمتى؟ في النور الساعة 2 الظهر. الساعة 2 الظهر حلو؟ وأقل إشعاع شمسي إمتى؟ في الصبح وبالليل. تمام الصبح وبالليل فتلاقي ده عند النور أعلى إشعاع شمسي. شوف بقى عندي طلع كام؟ تقريبا إيه؟ تقريبا ضغط على مستوى السلالة 2.4 2.4 من 10. طب بص كده بالليل تقريبا ما فيش إشعاع شمسي كام؟ 3 من 10 واط. يبقى دي هيصل هتطلع باور صحيح بس ايه حاجه توصل عليها ايش هتطلع بس حاجه ايه لا توصل. اخر سؤال بقى عشان نشرب يحمي من الكرنت اللي بيخش. انا عندي دلوقتي في سلاله حصل عليها اعتام. اعتام يعني ايه؟ مش وصل لها اشعه شمس فمش بتولد طاقه صح ولا لا؟ فولت زيرو فتتحول من سورس الباور ايه مستهلك الباور. فلما اجيب بقى باي باص يعني باي باص ده ياخد التيار ده يبعده عن الخلايا اللي ماشي الكرن في مسار غير مسار الخلايا بس هو ايه؟ باي باص تيوم. يعمل باي باص تيوم. اخر سؤال فلا يستهلك ما يأثرش على الخلايا. اخر سؤال يا هندسه. افضل الطرق للغسيل يعني كل خلية معناها كل بني بني. يعني اكيد يعني من خلال خبره حضرتك افضل طرق للغسيل. في ناس بتغسل في ناس بتنظف بقماش. هل في طريقه معينه تضمن لي ان انا احافظ على الكفاءه مده اطول؟ يعني غسيل بالميه او ب ب ب بالالواح احنا بنغسلها بالميه وبنشدها بمساحه بمساحه يعني ال 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 المحطات محطات الطاقه